هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة عند غروب الشمس منهي عنها، هل الدعاء يوم الجمعة وصلاة ركعتين قبيل الغروب رجاء لموافقة ساعة الإجابة يدخل في النهي؟ لا، الصلاة لا، أما كونك تدعو إمامها في مانع، تدعو لكن الصلاة منهي عنها في هذا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وأما حديث هو قائم يصلي، المراد يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة تطلق على الدعاء، قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم.